معروف بثقافتنا أنه الرجل عيب يبكي وعيب يشتكي أو يطلب المساعدة أو حتى أنه يحس بالتعب. في دراسة أمريكية صادمة تقول أن الرجال اللي تمسكوا بمظاهر الرجولة وتعودوا على إخفاء مشاعرهم أو حتى تجاهلهم للتعب ممكن تكون هذه التصرفات خطر على صحتهم وتؤدي إلى تقصير أعمارهم بمعدلات ملحوظة. أدلي بدلوي تفضلي. أنا استغربت أن يقولون دراسة أمريكية صادمة، يعني هذا المنطق؟ لا يعني هذا الطبيعي، هذا المنطق لأي إنسان اللي يكتم؟ اللي يكتم، أي شخص في الدنيا أي يكتم سواء كانت بنت أو كان ولد هو راح تصير له مشاكل نفسية. على صعيد ثقافتنا أيوة. وموروثنا إحنا اللي إحنا متعودين عليه، أنت رجال عيب تبكي. هذه تخلي دائما بالطفل الولد بالذات الذكر، تخليه لما يكبر تصير عنده مشاكل نفسية لأنه ما يقدر أنه هو يعبر عن عواطفه أو عن مشاعره. فأنا كنا دائما حتى كان دكاترة معانا فدائما نقول للأم لا عمرك تقولين لولدك لا تبكي أنت رجال، لا تبكي أنت إنسان، ابكي أنت إنسان مو لا تبكي أنت رجال. الواحد حلو أنه هو يعبر عن مشاعره، يتكلم عن كل شيء بخاطره، حتى لو بكى احضني وضميه، اسم الله عليك يا بابا، طب وش صار، طب فهمني، علمي طفلك كيف يمكن يكون بينه وبين البشر اللي حولك، انت اول مدرسة لطفلك كيف يكون في تواصل وكيف ممكن يعبر عن مشاعره. كلامك حلو اودي، بس يعني انا وانت قاعده تقرا الخبر وقاعده بحاول اني احلله، ترى الرجال عندهم طرق تفريغ كثيره يعني بيمارسوها، يعني على من أزل الأزل يعني اللي احنا نتكلم فيه من التاريخ القديم، الرجل هو الرجل بطريقة تحمل وكتمان المشاعر. وأنا أتفق معك، أنا ما أقول كيف المفروض ما يعبر، لا المفروض أنه يعبر، لكن القصد يعني هل ممكن فعلا أنه تكسر أعمارهم بسبب أنهم ما بيعبروا عن مشاعرهم؟ اسم الله أعمارهم أطول من أعمارنا، والأعمار بيد الله. في الآخر في الآخر هم عندهم طريقة معينة للتفريغ وقاعدين بيفرغوا مشاعرهم. حتى التفريغ المشاعر، يعني أقصد أقصد بس عشان أكمل الفكرة، فطرة الرجال وتركيبتهم مختلفة عن فطرتنا وتركيبتنا. إحنا كلنا اللي نحب كلنا نتكلم. في نفس البذرة بشر عبارة عن مشاعر. أيوة. المشاعر هذه زعل، غضب، كل شيء لازم الإنسان يعبر عنه. إحنا ناس. أيوة. عبارة عن روح. يعني الله يكرم الحيوانات مثلا، حتى الحيوان إذا عانى في طفولته من مشاكل كان الناس اللي عندهم يبهذلونه، يكونه يطفون عليه، الذكر ذي الأخبار يقولون يطفون عليه سيجار وأشياء. أيوة. الحيوان لما يوصل لمرحلة مع أنه أليف يكون في البيت يصير متوحش. فهذه مشاعر تخص كل الكائنات الحية. صح صح. الزرعة إذا أنت ما سقيتيها تموت، فلازم الواحد يعبر عن مشاعره. هو السؤال، أنا مع التعبير، مع التعبير، أنا ما بقول لك لا، بس طريقة تعبيرهم غير طريقة تعبيرنا، طريقة تفريغ الطاقة والغضب والوات ايفر يمروا فيه غير عننا احنا. فأنا السؤال، هل يعني في فئة من الرجال للأسف مرة مكبوتين ما يقدروا يعبروا ولا يقدروا يفرغوا طاقتهم ولا يتكلموا؟ نشوف الدراسة الأمريكية ايش تقول بعدين بنفصلها بالتحليل. بس الإنسان يبقى إنسان، صح، أتفق معك أودي، مع أني ما أتفق أنه ممكن هذا التصرف ممكن يسبب لهم أي مشاكل، لأنه تركيبة الرجال بالنسبة لفطرته غير فطرة المرأة. رؤى، اكتشفوا كثير من المشاكل اللي تصيب الإنسان بسبب الكبد سواء كان رجل أو كان امرأة. الأمراض وغيرها، كلها الأمراض تؤدي إلى إيش؟ للوفاة. أيوه. بعض الأمراض تؤدي إلى الوفاة. أيوه بس هو رجال، هو لازم يتحمل. حبيبتي هو بشر، هو عنده خلايا، هو عنده مخ. أيوه. هو عنده أعصاب، هو عنده مشاعر، هو عنده أحاسيس. بس هو قوام، مو يقول لك هو قوام، هو قوام، خلينا نتحمل ضغوط الحياة، قوام بما أنفقه. انت الحين صرت معاهم؟ طيب انا خير لا والله والله انا ماني معاهم، انا قاعد اقول ان المشاعر سواء كان للرجل او كانت للمرأة، يعني مو بس الرجل اذا كبت في حريم كثير. القوامة في المال، القوامة في المال، انا اشوف القوامة هي في كل شيء بصراحة. خلينا من القوامة، احنا موضوعنا مو القوامة، موضوعنا احنا عن المشاعر. طيب خلاص، عن الكبت يا رؤى. صح، لا تكبت، ايش بقول لك، هم ما يكبتوا، هم يعبروا، هم يفرغوها في مشاعرهم. طب انا عندي طفل صغير كيف انا اخليه يتربى؟ الصغير هذا خليه على جنب، انا انا لازم من يوم هو صغير. ايه؟ من يوم هو صغير لازم اعلمه انه هو يفرغ علشان بكره ما يصير عندي مشاكل في عقد نفسية. صح، وانت رجل لا تبكي. ايوه انت انسان ابكي.